Good morning, great to عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنبدا في يوم 6 اللي هي بتتكلم عن المونومنتس. وايه هي المونومنتس؟ المونومنتس اللي هي الاثار، عارفين القدماء المصريون والفراعنه كان سايبين ايه؟ اثار او مونومنتس. يلا اسمها ايه؟ مونومنتس. يلا بينا كده نبدا بلسن 1 اللي هي برضو التايتل بتاعها او العنوان بتاع لسن 1 عن الايه برضو؟ مونومنتس. وقلنا كلمة مونومنتس يعني الآثار. اوكي يلا بينا نقرأ الكلمات كده. اول كلمة citadel، يلا نقول ورا بعض citadel citadel. نافورة fountain fountain، برافو. يلا كمان fountain. اوكي كوبري bridge 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 كوبري. اوكي tower تاور اللي هو البرج زي برج القاهرة. كاسل كاسل، التي سايلنت مش بنطقها. كاسل كاسل، برافو. متحف يعني ميوزيوم ميوزيوم ميوزيوم. ستاتيو تمثال ستاتيو ستاتيو ستاتيو، برافو. يلا بينا البيج اللي بعديها. تعالوا كده نقرا القصه دي. Look at that. What is it؟ يعني ايه look at that؟ انظر. What is it؟ ما هذا؟ قال له it's a citadel، انها ايه؟ قلعه. It is a kind of castles، القلعه دي kind يعني نوع، نوع من انواع الايه؟ الكاسلز اللي هي الحصون، كانوا بيستخدموها زمان عشان مثلا لو في حرب يقوموا طالعين القلعة او الكاسل يستخبوا من الاعداء وممكن يعني يحاربوهم من الايه الكاسل. اوكي قال له where is it، يعني ايه where؟ where يعني اين؟ قال له it's in Cairo، وكايرو يعني القاهرة. قال له ايه هي القلعة دي؟ in Cairo، في القاهرة. There are big towers and there is a museum inside. There is a big towers يعني ايه؟ في القاهرة يوجد أبراج طويلة. And there is a museum، وكمان جوه في الكاسل في ايه؟ museum اللي هو المتحف. What is it made of؟ اوكي يعني ايه made of؟ يعني مصنوع من. قال له هي مصنوعة من ايه؟ قال له it is made of stone، يعني stone ستون يعني حجر. الكاسل دي معمولة او مصنوعة او مبنية من الايه؟ الحجر. اوكي تعالوا نشوف الستوري دي. جميلة بنت اسمها جميلة visited Alexandria with her family، زارت الاسكندرية مع عائلتها. They traveled by train، سافروا بايه؟ بالترين بقطر. They stayed with her parents, grandparents. هي قعدت مع ايه؟ مع اجدادها. They looked at the statues and they visited the library. The library. So they looked at يعني ايه؟ هما نظروا او بصوا على الستاتيوس اللي هي التماثيل، وكمان زاروا المكتبة بتاعت الاسكندرية. It was very interesting. Interesting كان ايه؟ كانت رحلة ممتعة. They visited a park and they crossed a bridge onto an island. وكمان هم زاروا بارك، بارك يعني حديقة، زاروا حديقة وكمان ايه مشيوا على البريدج، البريدج يعني ايه كوبري. جميلة played with her brother and sister in the garden. جميلة لعبت مع اخوها واختها في الايه في الجاردن في الحديقة. لو ناخد بالنا من الستوري دي هنلاقي الستوري دي بتتكلم في زمن الماضي، حاجة حصلت وانتهت، هي بتحكي رحلة هي خلاص عملتها في الماضي. هي نشوف كده الأفعال اللي معانا اللي هي متلونة دي. visited زارت، traveled سافر، stayed قعد خلاص، looked نظر، visited برضو، وplayed لعب. كلها افعال في الماضي عشان انا بتكلم عن حاجه خلاص حصلت في الماضي وانتهت. اوكي يبقى ناخد بالنا لما احنا نيجي نحكي حاجه في الماضي كل اللي انا بعمله بستخدم الباست سيمبل، وهنشرحه دلوقتي في الليسن دي. اوكي
اول حاجه تعالوا نحل الاكسرسايز اللي معمول على الكلمات. يلا بينا. اول اكسرسايز عن read and match، هنقرا ونوصل. What is it؟ ما هذا؟ اوكي. Fun. It is a citadel. It is made of stone. It is in Cairo. Okay. What is it? What is it? يعني ما هذا؟ ما هذا؟ Yes. It is a citadel. يعني إنها قلعة. عشان بيسأل عن حاجة غير عاقل فهجاوب برضو حاجة غير عاقل. It is a castle أو citadel. إنها قلعة. Number two. Where is it? يعني إيه where؟ Where يعني أين؟ Okay. Where is it? Fun. It is made of stone. It's in Cairo. طبعا it's in Cairo. Where is it? هي فين القاعه دي؟ هي في القاهره. Okay. Number three. That sound. قلنا sound يعني يبدو. هذا يبدو ايه؟ It's fun. That's found fun. That sounds fun. يعني هذا يبدو ايه؟ ممتعا. Number four. What is made of? قلنا what is made of يعني هي مصنوعة من ايه. It is made of a stone. مصنوعة من الايه؟ الحجارة. اوكي يلا بينا على exercise number two. Supply the missing letter. هنشوف الحرف اللي ناقص، وطبعا بعد ما نحفظ الكلمات بنحل supply letter هنلاقيه سهلة خالص. اوكي اول كلمة castle. يا ترى ايه الحرف اللي ناقص؟ yes a castle. دي كلمة ايه؟ برافو. bridge. يعني ايه bridge؟ كوبري. ناقص حرف الاي. اوكي كلمة بعديها كلمة جديدة خالص. مونومنتس. يعني ايه قلنا مونومنتس؟ يعني الاثار. فاضل حرف هنا اليو. واخر كلمة اسمها ايه؟ ستاتيو. يعني ايه ستاتيو؟ تمثال. فاضل حرف التي. اوكي يلا الاكسرسايز نمبر 3. Underline the correct word. حط خط تحت الكلمة الصح. The chair is made on or off or at wood. قلنا مصنوع من يعني ايه؟ برافو. made of. الكرسي مصنوع من الخشب. Number two. Do does did he play tennis? No he didn't. مش هو جاوب بالماضي او ده جاوب بديد؟ يبقى احنا السؤال بتاعنا برضو هيكون بديد. Did he play tennis؟ هل هو لعب تنس؟ لا هو ما لعبش. Number three. What is or are or am it made of? Okay. يبقى what ايه؟ Yes. خدنا السؤال دوت اللي هو what is it? What is it made from? هو مصنوع من ايه؟ Okay. طبعا it مش بيجي معها ولا are ولا am، هي بتاخد is. Okay. Number four. They visit or visited or visits their uncle last week. Last week يعني الأسبوع اللي فات. يبقى كده الفعل اللي احنا نحطه هيبقى فين؟ في الباست سيمبل، في الماضي. فين الباست سيمبل هنا؟ برافو. visited. الفعل اللي بينتهي بـ ed. ده كده ماضي. Number five. The statue is made of stone, plastic or paper. يا ترى الستاتيو قلنا الستاتيو اللي هو التمثال مصنوع من ايه؟ يس مصنوع من الستون. ما ينفعش طبعا الستيتيو التمثال ما يكون معمول من البلاستيك او البيبر اللي هو الورق. نمبر 6. اوكي. They stayed in a museum, hotel or park. stay يعني ايه؟ قعدوا. هم قعدوا في museum ولا hotel ولا park؟ يس الناس بتقعد في hotel. ينفعش الناس تنام وتصحى مثلا في متحف او في بارك. Number 7. He played or plays or played football yesterday. yesterday يعني امبارح او امس. طيب طبعا اختار الفيرب اللي هو في الباست. يعني الفيرب في الباست اللي هو played اللي اخره ed. Okay. Number 8. She traveled to Alex last week. last week الاسبوع الماضي. يبقى she برافو. traveled الفعل اللي فيه ايدي على طول. يعني هي سافرت اسكندرية الأسبوع اللي فات. يلا نقلب الصفحة. exercise number 4. read and put true or false. هنقرأ ونحط علامة صح أو غلط. تعالوا كده نقرأ. جميلة visited Alexandria with her family. جميلة سافرت أو زارت اسكندرية مع عائلتها. They traveled by train. خدوا الايه؟ ركبوا الايه؟ القطر.
They stayed with her grandparents. هم قعدوا مع ايه اجدادهم. They looked at statues and they visited the library. هم نظروا او بصوا على التماثيل وكمان زاروا الايه المتحف. Library sorry يعني مكتبة. It was very interesting. كانت ايه كانت رحلة ممتعة. They visited the park and crossed a bridge onto an island. هم ايه زاروا الحديقة وعدوا البريدج عشان يوصلوا للايلاند اللي هي الجزيرة. تعالوا نشوف بقى. Number one. جميلة visited Alexandria with her family. جميلة زارت اسكندرية مع عائلتها. Yes جميلة visited Alexandria with her family. يبقى أول واحدة true. Okay number two. They traveled by car. سافروا اسكندرية by car. No they traveled by the train. يبقى false. Okay number three. They stayed with her cousins. يعني هم قعدوا عند ولاد عمهم. نشوف كده. They stayed with her grandparents. Grandparents اللي هي أجدادهم يبقى غلط مش cousins خالص. A false. Number four, they visited the park. هم زاروا الحديقة. Yes, they visited the park. يبقى true. Okay, يلا الاكسرسايز اللي بعدي. Number five. And rearrange, okay? هنرتب, هنعيد ترتيب الجملة. طيب, هنقرأ أول حاجة الكلمات كلها وبعد كده نرتب, okay? يلا, is, of, it, what, made. طبعا هنبدأ بالكلمة اللي تحتيها خط. What. What ايه؟ فاكرين السؤال يعني ايه مصنوع من؟ ما هو مصنوع من ايه؟ طيب كان اسمها ايه؟ What ايه؟ Yes, what is it? What is it ايه؟ Yes, made from. يعني هو مصنوع من ايه؟ From or of. انا جايلنا اوف يبقى نحطها اوف. What is made of؟ مصنوعة من ايه؟ وننساش ال question mark علي انت يستفهم. Number two. Of, made, is, it, stone. اوكي هنبدأ ب it. It's a. Yes it is. It is made. يعني هي مصنوعة. Made of على طول. It is made of. Stone مصنوعة من الايه؟ الستون اللي هو الحجر. Number three. A is there a museum. اوكي هنبدأ ب there. There. فاكرين there is معناها ايه؟ برافو يوجد. There is يوجد. يوجد ايه؟ There is a museum. يوجد متحف. حط النار. اوكي. Number four. Traveled we by train. نبدأ بوي. We. نحن عملنا ايه؟ Yes we traveled. نحن سافرنا. Yes traveled by train. بواسطة القطار. ونحط النقطة بتاعتنا. Number five. We in a hotel stayed. نبدأ وي طبعا. نحن ايه؟ يس نحن قعدنا. stayed in a hotel. قعدنا في فندق. ونساش نحط النقطة بتاعتنا. okay number six. look and write. هننظر ونكتب. يلا we stayed in a فين ده ايه؟ مكتوب حتى فوق اهو. hotel. yes we stayed in a hotel. قعدنا في فندق. okay number two. they visited a ايه اللي في الصورة ده؟ yes they visited a park. حديقة. okay number three. they looked at the بصوا على الايه؟ yes statues التماثيل. And number four, she loved her. هي حبت مين؟ her grandma.
اللي فاضله راندما يعني جده. اوكي يلا بينا ناخد النهارده ايه درس الجرامر اللي هو اليونت كلها كانت بتتكلم عليه اللي هو كان بيتكلم عن الباست سيمبل. كل اللي احنا خدناه القصص اللي كانت في الليسن دي كانت بتتكلم في الماضي، حاجه حصلت وانتهت في الماضي. اسمه ايه بقى الزمن ده؟ اسمه الباست سيمبل او الماضي البسيط. تعالوا نعرف الماضي البسيط ده بيبقى شكله عامل ازاي او بيتكون من ايه. طيب انا طبعا بستخدم الماضي البسيط عشان اقول الحاجه دي خلاص حصلت وانتهت في الماضي. اوكي طيب الفعل الماضي طيب لازم يكون انتهى ايه؟ كل اللي انا بعمله عشان اخلي الفعل بتاعي في الماضي كل اللي انا بعمله يا اما بضيف للفعل دي يا اما ايدي يا اما اي دي. طب تعالوا نشوف امتى بضيف دي وامتى بضيف ايدي وامتى بضيف اي دي. اوكي طيب انا بضيف ايدي او دي بس لما الفعل بتاعي يكون منتهي بإي. يعني مثلا كلمه لاف يعني يحب، انا عايزه اخليها في الماضي خلاص احب، طيب يبقى loved او حب خلاص. طيب يبقى هي الفعل بتاعي بينتهي بايه؟ كل اللي انا هحطه هضيفه ادي بس كده خلاص الفعل بقى في الماضي. close الماضي بتاعها closed، كل اللي انا ضربته الدي قفل خلاص، هنا close يقفل closed قفل خلاص. arrive يصل، عايز اقول وصل خلاص يبقى arrived، كل اللي انا حطيته حرف الدي. use يستخدم، الماضي بتاع use استخدم. يبقى الافعال تاني، الافعال اللي هي بتنتهي بإي كل عشان اخليها في الماضي كل انا بعمله بضيف الدي بس، حرف الدي بس بقت كده خلاص في الماضي. طيب امتى بضيف اي دي للفعل؟ لما الفعل بتاعي يكون اخره حرف واي بس. حرف واي بس؟ لا، لازم يكون قبليه منتهي بحرف واي وقبليه حرف ساكن. طيب زي فعل ايه؟ ستادي. استدي اه منتهي بالواي وقبليه حرف ساكن، يبقى انا هعمل ايه؟ عايزه اخليه في الماضي بقى اشيل الواي واحط بدلها اي دي. يبقى استدي يعني يذاكر، عايزه اقول ذاكر خلاص يبقى استدد، شلت الواي وحطيت بدلها اي دي. طيب كراي يعني يبكي، عايزه اخليها في الماضي، هي الواي اهي الفعل بتاعي بينتهي بالواي وقبليه حرف ساكن، اللي انا هعمله عشان اخليه في الماضي اشيل الواي واحط بدلها اي دي، يبقى cried يعني بكى خلاص. طيب لو انا الفعل بتاعي بينتهي بحرف واي بس قبليه حرف متحرك مش حرف ساكن بقى، هل هشيل الواي واحط بدلها اي دي؟ لا، امال هعمل ايه؟ مش هشيل الواي واحط اي دي بس. زي هنا فعل بلاي يلعب، منتهي بواي اه بس قبليه حرف ساكن، احنا عارفين قبليه حرف متحرك، احنا عارفين الفاولز او الحروف المتحركه اللي هي الاي 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 الاو اليو، ديت الحروف المتحركه. طيب الواي لو انتهى وقبليه يعني الفعل بتاعي منتهي بحرف الواي وقبليه حرف متحرك يبقى انا هسيب الواي عادي واحط ايدي بلاي، يبقى بلايد لعب خلاص. طيب stay يعني يمكث او يقعد. طيب stay بتنتهي برضو بحرف واي وقبليها حرف متحرك، فكل اللي انا هعمله هضيف ايدي بقى كده خلاص في الماضي. اوكي ده بالنسبه للريجولار فيربس. يعني ايه ريجولار فيربس؟ يعني الافعال المنتظمه اللي هي ليها قاعده. في بقى افعال الريجولار، بس تعالى ناخد اول حاجه examples كده عن الريجولار فيربس اللي هي الافعال المنتظمه. زي ايه؟ visit الماضي بتاعها visited، like الماضي بتاعها liked، study studied، travel يسافر travel تسافر خلاص، stay يبقى الماضي بتاعها stayed بقى خلاص. اوكي طيب ايه الكلمات اللي اول قبل ما نروح للكلمات عايزه افكركم لسه مش هناخدها في الليسن دي، بس في برضو كلمات او افعال الريجولار. يعني ايه الريجولار؟ مش بتلتزم بالقاعده، يعني مش بحط لها دي او اي دي او اي دي، مش عايزه الخبطكم، بس هي بتبقى بتتحفظ زي ما هي. زي مثلا فعل جو الماضي بتاعه went، ما ينفعش احط اي دي جو دي مثلا هتبقى غلط، فديت افعال بحفظها زي ما هي ما لهاش قاعده. المهم دلوقتي تعالوا نشوف ايه الكلمات الاول ما اشوفها اعرف اللي انا في الباست سيمبل. اول كلمه معانا yesterday، يعني yesterday امبارح، yesterday اوكي. في الماضي
in the past. In the past. طيب منذ يعني ago. Ago. طيب أول ما نشوف كلمة last، سواء بقى last day يعني اليوم اللي فات أو امبارح، last week الأسبوع اللي فات، last month الشهر اللي فات، last year السنة اللي فاتت، كل الكلام أول ما نشوف كلمة last يبقى أنا في زمن الإيه؟ ال past simple. أوكي تعالوا كده نحل الاكسرسايز مع بعض. أوكي underline the correct word، نحط خط تحت الكلمة الصح. Number one, عمرو play or played or plays or played football yesterday. Okay, أنا شفت yesterday يبقى أنا كده في زمن الإيه؟ Yes, the past simple. طيب the past simple يعني التكوين بتاع the past simple ده بيبقى عامل إزاي؟ الفعل اللي بينتهي بإيد. فين الفعل هنا اللي بينتهي بإيد؟ هو played. بينتهي بD أو إيد أو IED. Okay, play, played. عمرو played football yesterday. عمرو لعب كورة إمبارح. Number two. أسماء watch or watched or watching the TV last week. الشهر اللي فات فطبعا الأسبوع اللي فات فطبعا تبقى watched الماضي. أسماء شاهدت التلفزيون الأسبوع اللي فات. Number three. I opened the door 3 hours ago. فاكرين ago من الكلمات اللي بتدل على ال past simple ماضي البسيط. من 3 ساعات منذ 3 ساعات فبرضو هختار الفعل اللي فيه ايدي على طول. انا فتحت الباب من 3 ساعات. Number 4 they cleaned the room last night. هم نظفوا الاوضه بتاعتهم last night. يعني ايه last night؟ يعني الليله اللي فاتت. فبرضو هنبقى نختار الفعل اللي في الماضي. cleaned هم نظفوا الاوضه بتاعتهم. منى washed the dishes yesterday. غسلت الأضواء امبارح يبقى طبعا washed. Brave. طيب number six. He lives in Cairo in the bus. في الماضي. Okay. In the bus في الماضي يبقى برضو من الكلمات اللي بتدل على الماضي فهتحط لها ايدي او دي. He lived هو عاش في القاهرة في زمان يعني او في الماضي. ده معناه اللي هو دلوقتي مش عايز في القاهره، دي حاجه خلاص حصلت في الماضي وانتهت. اوكي نمبر 7 she traveled to اسوان last year. السنه اللي فاتت يبقى هي traveled سافرت لاسوان السنه اللي فاتت. نمبر 8 they visiting their aunt yesterday. زارت خالتها امبارح. برافو visited. I walked to school yesterday. Yes, walked أنا رحت المدرسة امبارح. It rained 2 days ago. من يومين يبقى it. طبعا قلنا كلمة ago من الكلمات الدل على ال past simple فبقى rained هي مطرت الدنيا مطرت من يومين. ده كده كان irregular verbs. اتكلمنا على irregular verbs. تعالوا نشوف الirregular verbs. قلنا الirregular verbs اللي هي ملهاش قاعدة بتتحفظ زي ما هي عشان اخلي الفعل في الماضي بيتحفظ زي ما هو ملهوش مش هحط اي دي بقى او اي دي والكلام ده، لا انا بحفظ الكلمة زي ما هي. زي مثلا فعل go الماضي بتاعه went تحفظ زي ما هو. اوكي سي يرى الماضي بتاعها سو رأى. take talk eat eat يأكل الماضي بتاعها at يعني أكل خلاص. have or has يملك الماضي بتاعهم had يعني ملك امتلك. okay am or is الماضي بتاعهم was وخدناها في الـ في unit 5 خدنا الـ past بتاع الـ verb to be. يبقى الـ past بتاع am و is الماضي بتاعهم was والماضي بتاع are الماضي بتاعها were. تعالوا نشوف كده examples. اوكي okay. I went to school yesterday. انا ايه ذهبت المدرسه امبارح. We saw a tower last week. اوكي سو راينا. اوكي عايزاكم تحفظوا الكلمات دي كويس قوي 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 عشان ديت اللي هتجيلنا في التشوز دلوقتي. تعالوا نشوفها في الاكسرسايز. I went to the park last week. كل الverbs اللي هنقابلها هنا في الاكسرسايز ده هتبقى
الريجولر، يعني لازم نحفظ قبل ما نحل الاكسرسايز ده. اوكي، I go or went or going to the park last week، الاسبوع اللي فات. فين هنا الفعل في الماضي؟ Yes went، الماضي بتاع go went، انا ذهبت للبارك الاسبوع اللي فات. Number 2، she runs to the school yesterday. verb run يجري، الماضي بتاعه برضو بتاعه irregular، بتحفظ زي ما هو الماضي بتاع run ran، يبقى she ran to school yesterday. احنا yesterday امبارح، يبقى احنا كده في الماضي، يبقى هي جريت، ran معناها جريت. he see or saw or see the dolphin last night. last night اللي هو الليلة اللي فاتت، يبقى احنا كده في الماضي، والماضي بتاع see saw. اوكي، يبقى هو رأى الدولفين امبارح. number 4، Mona take or talk or takes a pen 3 days ago. طبعا 3 days ago يبقى انا كده برضو في الماضي. طيب ايه الماضي بتاع take؟ برضو بيتحفظ زي ما هو الريجولر فيرس، الماضي بتاع take talk. مونا اخذت القلم من 3 ايام. number 5، she is or are or was at the park yesterday. yes she was، قلنا الماضي بتاع is was، وشي بتاخد طبعا was، هي اخذت، هي كانت في الحديقة امبارح. okay يلا number 6، they was or were or are at the cinema last night. last night okay they بتاخد was or were. yes تاخد were، هما كانوا في السينما الليلة اللي فاتت. شيماء have or has or had two cats in the past. in the past في الماضي، يبقى حاجة في الباست سمبل، يبقى هتبقى ايه؟ يس هتبقى had. ليه had؟ عشان الماضي بتاع have و has had، يبقى شيماء كان عندها قطتين في الماضي. number 8، they eat or at or eating the restaurant at the restaurant last week. طيب الماضي بتاع eat at، yes هم اكلوا في المطعم الاسبوع اللي فات. he went to the park now yesterday tomorrow. okay مش الفعل بتاعنا هنا في الماضي، يبقى استخدم ايه؟ yes yesterday طبعا، يبقى هو ذهب للحديقة امبارح، ما ينفعش اقول هو ذهب للحديقة الان ولا هو ذهب للحديقة tomorrow بكرة. okay هو في الماضي، الفعل بتاعي في الماضي، يبقى انا استخدم الكلمة بتاعتي في الماضي برضو. number 10، Rami and Hani was or were is at home yesterday. okay مش رامي وهاني ده جمع، يبقى ياخد was or where. yes where طبعا، رامي وهاني الاثنين كانوا في الهوم، في البيت بتاعهم، المنزل بتاعهم yesterday امبارح. طيب يا مس ازاي ننفي في الماضي؟ نعمل عايز يقول هي ما شاهدتش التلفزيون امبارح، هو ما راحش الحديقه امبارح، ازاي انفي في الماضي او في الباست سمبل؟ كل اللي انا بعمله بنفي بديدنت، وبعد ديدنت بحط الفعل في المصدر زي ما هو كانه في المضارع. اوكي يعني ما بحطش اي دي بعد ديدنت. اوكي طيب، we didn't watch TV yesterday، يعني ايه؟ احنا ما اتفرجناش على التلفزيون امبارح، زي ما احنا واخدين بالنا هنا بعد watch جه الفعل في المصدر watch، ما حطيتهوش ولا s ولا ed ولا ing، الفعل زي ما هو في المصدر. he didn't clean the room last night. he didn't clean the room last night، هو ما نظفش الأوضة امبارح. didn't clean الفعل بعد didn't في المصدر. اوكي يلا نحل كده على الكلام اللي احنا لسه واخدينه ده. منى doesn't or isn't or didn't clean the room yesterday. احنا قلنا شفنا yesterday، يبقى احنا كده في الماضي في الباست سمبل، يبقى هننفي بايه؟ بديدنت. يبقى احنا في الماضي بننفي بايه؟ بديدنت. منى didn't clean the room yesterday، منى ما نظفتش الاوضه بتاعتها امبارح. they aren't or isn't or didn't play in the park last week. last week يبقى انا برضو في الماضي وبنفي في الماضي didn't، هما ما لعبوش في الحديقة الاسبوع اللي فات. number 3، he didn't walk or walks or walking quickly. didn't قلنا بيجي بعديها الفعل في المصدر، فين الفعل في المصدر هنا؟
يس اول كلمه هنا walk ما ينفع ولا احط اس ولا احط اي ان جي بعد didn't، بحط الفعل زي ما هو في المصدر بدون اي اضافات. He didn't walk quickly، هو ما مشيش بسرعه. Number 4 Mona didn't cook or cooks or cooking lunch. يس هتبقى cook. ليه cook؟ عشان بعد didn't الفعل في المصدر. Okay number 5 It doesn't or don't or didn't rain yesterday. Yesterday في الماضي يبقى انفي على طول ب didn't. We didn't watched TV last night. ناخد بالنا هنا في didn't يبقى الفعل في المصدر يبقى watch. نحن ما شاهدناش التلفزيون امبارح. اوكي احمد doesn't or didn't or isn't study English yesterday. yes didn't احمد didn't احمد ما ذاكرش English امبارح. Number 8 Mona didn't eat or eats or eating fish. didn't الفعل في المصدر تبقى eat. Mona ما اكلتش سمك. Number 9 He didn't live or lives or lived in Cairo. didn't الفعل في المصدر هو ما عاش في القاهرة. The children didn't going to the zoo. على didn't الفعل في المصدر يبقى كده الأطفال ما ذهبوش للإيه؟ للحديقة الحيوان. أوكي طيب إزاي بقى نعمل question أو سؤال باستخدام الباست سيمبل؟ عايز أقول هل أنت عملت كذا امبارح؟ طيب عشان أعمل سؤال بهل أو yes or no question ببدأ بديد. أوكي يبقى ديد هي الأداة الاستفهام بتاعتي بمعنى هل. اوكي بعد كده الفعل وبعد كده الفعل في المصدر. تعالوا ما نشوف كده اكزامبل. Did you play معناها هل انت لعبت، بعد ديد جه بعد اللي هو السبجكت اللي هو الفعل وبعد كده الفعل في المصدر. Yes I did لو انا لعبت اقول yes I did، لو لا no I didn't لا ما لعبتش. طيب لو السؤال بتاعنا بأداة استفهام، طيب هجيب أداة الاستفهام وبعد كده الفعل المساعد بتاعي هيبقى did وبعد كده الفعل اللي هو السبجكت وبعد كده الانفينيتيف الفعل في المصدر. خلونا نقرا كده الاكزامبل. Where did he go yesterday؟ يعني ايه where؟ دي أداة الاستفهام بتاعتي اهي. Where اين؟ did بعد كده السبجكت الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر وبعد كده تكملة الجملة عين. Where did he go yesterday؟ اين هو ذهب؟ He went to the park yesterday. هو راح الايه؟ البارك الحديقة امبارح. What did she buy last night؟ هي اشترت ايه الليلة اللي فاتت؟ She bought الماضي بتاع buy bought ده الريجولار فيرب فعل غير منتظم. She bought a new bag last night، هي اشترت شنطة جديدة الليلة اللي فاتت. اوكي تعالوا نقرا كده الأسئلة دي. اوكي We were in Cairo last weekend، نحن كنا فين في القاهرة الايه؟ العطلة اللي فاتت الأجازة اللي فاتت. Did you enjoy your time؟ هو مش خلاص حاجة، هو خلاص راح كايرو الأسبوع اللي فات، يبقى هيقول إيه؟ Did you enjoy your time؟ هل أنت استمتعت بوقتك؟ بسأل في الماضي. قال له yes I did أيوة استمتعت. We stayed with my aunt، قعدنا مع مين؟ مع خالته. She cooked some very nice meals، هي طبخت أكل إيه أو وجبات إيه جميلة. What did you do؟ ماذا فعلت؟ كله في الماضي، بسأل في الماضي عشان خلاص حاجة حصلت في الماضي. قال له We visited a museum and we played with our cousin in the international park. عملنا إيه؟ إحنا زورنا visited الماضي حطينا إيدي. زورنا المتحف ولعبنا مع ايه؟ مع ولاد خالته في الحديقة الدولية. اوكي يبقى عرفنا الباست سيمبل الماضي البسيط بستخدمه امتى؟ عشان اعبر عن حاجة حصلت خلاص في الماضي. الصورة ديت لمدينة كايرو القاهرة. اوكي Where did you go on vacation؟ يعني ايه where did you go؟ أين ذهبت؟ وقلنا vacation يعني أجازة، أين ذهبت في الأجازة؟ قال له we went to Cairo، لازم لما احنا نرد برضه في الماضي، ما قلناش مثلا we go to Cairo،
لا وي وينت، احنا ذهبنا خلاص. Did you have fun؟ هل استمتعتوا؟ Yes we did. أيوة. We stayed in a big hotel. قعدنا في اوتيل كبير. What did you do؟ ماذا فعلت؟ We went to a museum. رحنا ايه؟ متحف. We saw a castle and a fountain. وشفنا الماضي بتاع سي سو. وشفنا castle castle قلعة و fountain يعني نافورة. Okay. Did you go on a boat trip؟ هل ذهبتم في رحلة على القارب؟ قال له no we didn't. لا ما رحناش. Did you take any photos؟ هل أخذتم أي صور؟ Yes we did. Do you want to see them؟ يعني إيه do you want؟ هل تريد أنت تشوفهم؟ قال له yes please. أيوة من فضلك. أوكي يلا نحل exercise بتاعنا. أوكي did or do or does you play football yesterday؟ yesterday يبقى أنا السؤال بتاعي هسأل بديد عشان في الماضي، يبقى في الماضي بسأل بديد ولو عايز انفي هنفي بديدنت. اوكي did you play football yesterday؟ هل لعبت فوتبول كوره امبارح؟ number 2 did you clean the room؟ yes i yes i did. سألنا بديد هنجاوب بديد برضه. did they arrive early؟ no they. هل هم وصلوا بدري؟ no they didn't. اوكي number 4 where do or does or did she go yesterday؟ yes yesterday يبقى هستخدم did. اين هي ذهبت امبارح؟ number 5 what do or does or did they eat last night؟ yes what did. برافو. what did they eat last night؟ ماذا هم اكلوا الليله اللي فاتت؟ Did you or he or she go to the park? No, she didn't. يبقى did إيه؟ did she عشان هو جاوب بشي. يبقى هسأل برضو بشي. هل هي راحت الحديقة؟ قال له لا هي ما راحت. Did they or you or she wash the dishes? هل yes I did. أوكي أيوة أنا فعلت. يبقى كان السؤال إيه؟ هل أنت غسلت الأطباق؟ يقول له أيوة أنا غسلتها. يبقى did you did you هل أنت. number 8 do or does or did he walk to school and no he didn't. okay أنا جاوبت did يبقى طبعا هجاوب هسأل بdid. did he walk to school هل هو مشي للمدرسة راح المدرسة ماشي؟ قال له no he didn't. okay number 9 do or does or did they visit Aswan last year. اوكي تبقى yes did they did they visit أسوان last year. هل هم زاروا أسوان السنة اللي فاتت؟ اوكي number 10 did you swim in the sea. هل عمت في البحر؟ قال له yes I did. أيوة عمت. اوكي he played football yesterday. yesterday يبقى احنا نستخدم نحط الفعل بتاعنا اللي في ايدي اللي في الماضي a played. هما او هو لعب كرة قدم امبارح. number 2 I visited Luxor last week. yes I visited. انا زرت Luxor الاسبوع اللي فات. number 3 she traveled to Cairo last month. الشهر اللي فات. yes يبقى she ايه traveled هي سافرت عشان قال لك last month الشهر اللي فات. سافرت القاهرة الشهر اللي فات. they stay or stays or stayed with her friends 3 days ago. من 3 ايام منذ 3 ايام يبقى انا في الماضي يبقى احط الفعل اللي في ايدي على طول. هم قعدوا مع أصدقائهم من 3 أيام. number 5 did they visit or visit the park? yes they did. ناخد بالنا هنا مش احنا سألنا did يبقى الفعل بتاعي لازم يكون في المصدر بعد did. يبقى did they visit هل هم زاروا البارك الحديقة؟
ايوه هم طاروها. نمبر 6 did he stay in a hotel؟ هل هم قعدوا في هوتيل؟ no he لا هو ايه no he didn't. طيب did she enjoy her time؟ هل هي استمتعت بوقتها؟ yes she did. عشان انا بسال بدد بجاوب بدد. اوكي نمبر 8 do or did or does you cook a meal yesterday؟ قال له yes I did. يبقى السؤال بتاعي برضه يبقى did. هل انت طبخت وجبه امبارح؟ قال له ايوه. نمبر 9 they was or were or are at the cinema last night؟ yes they were. عشان احنا قلنا الماضي بتاع are were واحنا قلنا في الماضي عشان last night. يبقى they were هم كانوا في السينما الليله اللي فاتت. Number 10 I walked to school yesterday. Yesterday يبقى انا في الماضي فطبعا هتبقى walked. انا رحت المدرسه ماشي امبارح. اوكي وبكده نكون خلصنا lesson 1 في unit 6. عايزاكم تذاكروا الليسون ده كويس وتحلوا اكسرسايز كتير وتراجعوا على الباست سيمبل تاني وتعرفوا امتى ايه هو الريجولار فيربس الافعال المنتظمه وايه هي الريجولار فيربس. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في ليسون 2. باي باي.